السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين التعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نشوفوا شنو هو الفرق ما بين أكسيون أوبليغاسيون. فين ما كنسمعوا هاد جوج الكلمات وإلى العقل ديالنا كيفكر مباشرة بواحد الحاجة سميتها البورصة. بورصة عبارة عن واحد المكان، واحد لوندروا، واحد لوليو كيتلقى فيه واحد باغي يبيع لي زاكسيون ou bien باغي يبيع لي زوبليغاسيون وواحد باغي يشريهم. الهدف ديالهم هو ربحي، واحد باغي يبيع والاخر باغي يشري. اوكي سيدي، نشوف بعدا اول حاجه لو مارشي كتذكير شنو كيعني لينا. لو مارشي هو واحد المكان، دونك اتفقنا بان لو مارشي كيتباع فيه واحد لو برودوي، كيتلاقى مع واحد السيد باغي يشري داك لو برودوي. الهدف ديالهم هو الفلوس، ربحي. C'est bon. Donc le marché, واحد le lieu, واحد le مكان. Il me يكون حقيقي بحال هبطتي للمارشي، هبطتي للسوق، كتلقى مع داك لو فوندور او بيان لو كليون، كتلقى معاه فاس ا فاس مباشره. سي بون. دونك il me يكون حقيقي غير اما فيكتيف، يعني خيالي، ممكن غير مور بيسي عن طريق الانترنت نقدر نبيع واحد الحاجه وداك السيد اللي غيشريها من عندي ما عرفوش انا. C'est bon. Ou le flux d'yéli qui est au slot de ou le produit d'yéli en libéjoulé, qui est au slot de l'indi. Ok, c'est dit. Donc, c'est un lieu réel ou fictif de rencontre. Bachit l'arau, les offreurs, donc n'est-ce l'équipe bureau, mais les demandeurs. N'est-ce libéré chez nous de le produit. C'est bon. Donc, allèche, afin d'effectuer un échange, bachitouka, ouahit moubédala, tigérien. انا نعطي لو برودوي ديالي نبيعو ليه هو يعطيني المقابل ديالو الفلوس. الهدف ديالو هو لو بري. سي بون سيدي. اوكي، دونك تقول لي بان كاين اربعه ديال الانواع ديال لو مارشي. ما بغيتش ندخل نيشان نشرح اكسيون اوبليغاسيون والا كندير واحد المقدمه بسيطه، الفيديو ما غيكونش طويل. دونك لو مارشي هاد السيد هذا اللي الا بغى يبيع واحد لو برودوي، اما يهبط واحد الحاجه سميتها مارشي دي بيان اي سيرفيس. هاد لو مارشي سميتو دي بيان اي سيرفيس هو المارشي اللي كنشوفوه بالعين ديالنا حنا مباشره. دونك كنلقاو دي برودوي كيتباعوا، كنهبطوا حنا كون اوطون كو دي كليون كنشريو داك لو برودوي. سي بون. كنهبط لواحد المكازا باغي نشري باغ اكزومبل واحد السروال، كنقيس داك السروال، كنلبسو، كنشريه، كنخلص داك اللي باع ليا الفلوس. سي بون. دونك الهدف بيني وبين داك السيد هو لو بري. اوكي سيدي، كاين واحد الحاجه سميتها مارشي دو ترافاي. مارشي دو ترافاي هو سوق الشغل، واحد لونتربريز باغا تخدم واحد لو سالاري معاها، دونك داك السيد اللي غيخدم مع داك لونتربريز المقابل هو داك لو سالير اللي غتخلصني في لافان دي موا. سي بون. دونك شريت واحد لو برودوي، القيمه ديالو دونك غيكون هو لو بري. سي بون. داك الفلوس اللي خلصتو، خدمت انا مع واحد لونتربريز، القيمه ديال داك التعب ديالي باش خدمت مع داك لونتربريز هو لو سالير. دونك كاين واحد الحاجه مارشي دو شونج، يعني شنو هو مارشي دو شونج؟ هو داك الشونج ديال الدوفيز. كتلقى واحد المكتب ديال المصرف ديال العمولات، عندي باغ اكزومبل انا واحد العمله اجنبيه، هبط لذاك السيد قلت له الله يخليك شونجي ليا بالدرهم المغربيه. هذاك السيد شنو الربح ديالو؟ هو لو طو دو شونج. سي بون سيدي. اوكي، المارشي دي كابيتو هو علاش طاير الفيلم كامل، كنلقاو فيه لي زاكسيون لي زوبليغاسيون اللي كيتباعو. الا بعت اكسيون انا ربحت لي ديفيدوند، هما اللي غنشرحوهم اليوم. الا بعت دي زوبليغاسيون غنربح شنو؟ لي زانتيري. دونك عقل معايا، اكسيون الربح ديالها هو لي ديفيدوند، لي زوبليغاسيون الا بعتهم غناخد موراهم لي زانتيري. اوكي، فينا بلاصه وكيفاش هي اللي غنشرحوها بهذه الطريقه هذه. اول حاجه نديرو واحد التعريف بسيط على المارشي دو كابيتو. سي بون. اوكي، دونك المارشي دو كابيتو واحد المارشي بورسي. لاحظتي معايا؟ فيما كنسمع مارشي دو كابيتو العقل ديالي كيمشي مباشره للبورصه. سور لوكال سو رونكونتر اونتر لي زوفرور اي لي دوموندور. هاد المره هادي كنقولو لي زوفرور اون فونكسيون دو ليكيديتي، يعني تنقصدو من ناحيه ديال الفلوس، شكون اللي عنده الفلوس، حيت هنا البيع والشراء تيكون فين؟ في الفلوس. سي بون. عندي واحد الفلوس انا مخبيهم، غنمشي للبورصه ولا غنمشي للبنكه مقابل باش ناخد ارباح وبيان لي زانتيري. دونك لي زوفرور هما الناس اللي عندهم الفلوس، لي دوموندور هما الناس اللي محتاجين الفلوس.
اوكي سيدي، هذيك الفلوس كتسمى دي برودوي فينونسي، يعني العائدات اللي كيجيوني من ناحيه هاد لوبيراسيون ديال الفلوس اللي اما كنبلوكيها اما كنبيع لي زاكسيون اما كنبيع لي زوبليكاسيون، كيجي من عندهم دي برودوي ارباح، اي هي ماليه دي برودوي فينونسيير ريسبكتيفمون. يعني لي زوفرور هما اللي كيتسموا كاباسيتي دو فينونسمون. عقل معايا، هذاك السيد اللي عنده الفلوس كيتسمى اوفرور، كي عنده واحد الميزه كيتسمى بان عنده كاباسيتي، قدره ماليه، كاباسيتي دو فينونسمون. اي لي زاجون اللي عندهم بوزوان دو فينونسمون، الى سولتك شكون هما تقول لي اوتوماتيكمون لي دوموندور، لي دوموندور هما اللي محتاجين الفلوس، دونك عنده واحد البوزوان دو فينونسمون. عندي فينونسمون فينونسمون تعاودت ليا جوج مرة، دونك خاصني نفهمها ونركز عليها ونشرحها، لأن هي المدخل ديال المارشي دو كابيتو باش نوصلو نفهمو أكسيون أوبليكاسيون. اللي غيبقى معايا حتى الآخر ديال الفيديو غيفهم مزيان أكسيون أوبليكاسيون، نتوكلو على بركة الله. دونك عندي كلمة فينونسمون معاودة ليا جوج المرات، أول حاجة كاينين جوج د لي تيب دو فينونسمون، إما فينونسمون انديريكت إما فينونسمون ديريكت. شرح لنا كيفاش اخويا. شوف، فينونسمون انديريكت يعني واحد سيد عنده كاباسيتي دو فينونسمون، عنده الفلوس، واحد سيد اوتوماتيكمون حتى هو ما عندوش الفلوس، سي بون سيدي. الوسيط بيناتهم هي لا بونك، هادشي باش سميناها فينونسمون انديريكت. كيفاش هاد السيد هذا عنده الفلوس، واش غيخليها في الدار ديالو؟ لا، كيمشي كيحطها في البنكه. البنكه كتقول لهاد السيد هذا الا حطيتي عندي الفلوس وبلوكيتيهم كوم ديبو، كيتسموا ديبو، البلوكاج ديال الفلوس كيتسموا ديبو، الا بلوكيتيهم عندي لواحد المده ديال عامين 3 سنين غنعطيك عليهم واحد الارباح، واحد لي زانتيري. الا خليتيهم في الدار ما غي تزادوش لك، ما غتربح منهم حتى شي حاجه، بلوكيهم عندي، ولكن ما عندكش الحق انك تسحب الفلوس ديالك ابري واحد عامين 3 سنين 4 سنين على حسب المده اللي متفقين انا وياك. اوكي، هاد السيد بلوكا الفلوس ديالو في لابونك، سي بون. جا هاد السيد هذا عنده شنو؟ ان بوزوان دو فينونسمون، عنده خصاص من ناحيه الفلوس، جا باش يدير واحد لو كريدي. دونك الفلوس اللي كاينه في البنكه هذا عارفه بانه ما عندوش الحق انه يسحب فلوسو ابري واحد 3 سنين 4 سنين، وهذا كاين منه عادان بلوكين فلوسهم. كتشد الفلوس اللي كاينه ديال العباد الله اللي كاينه في لابونك، كتعطيهم الناس اللي باغيين الكريدي. اوكي، هاد السيد هذا كياخذ، هاد السيد هذا كياخذ لي زانتيري، وهاد السيد هذا كنربحو منه، لابونك كتربح منه لي زانتيري، سي بون. دونك البنكه ما حطاتش من جيبها حتى ريال. ممكن هاد لابونك هادي ما تعتمدش على الفلوس اللي حاطينهم عندهم الشركات والناس اللي مبلوكين الفلوس ديالهم. اوكي، دونك كيجي عندهم ناس وبيان دي سوسيتي بغاو ياخذوا دي كريدي من عند لابونك، ولا بونك بار اكزومبل ما عندهاش السيوله، كتمشي عند البنك المغرب كتاخذ براسها هي واحد القرض، غير هو بواحد لوطو صغير تيكون كيتسمى لوطو ديريكتور. اوكي، دونك هاي لابونك سلف، هاي البنك المغرب سلفات هذيك البنكه الفلوس بواحد لوطو ديريكتور، كتشد الفلوس كتفرقها كوم دي كريدي لعباد الله، لي سوسيتي والناس. اوكي، بواحد لوطو اللي كبر من اللي خداتو في الاول ديال لي زانتيري، وهكا كتربح البنكه. اوكي، دونك هاد الناس وبين هاد الشركات هادو الكبار الا ما بغاوش يمشيو للبنكه ويتفاداو دوك لي زانتيري الكبار اللي كتعطيهم لابونك، يمشيو للابورس، ا كونديسيون يكون الكابيتال ديالهم كبر من 3 مليون ديال الدرهم باش يدخلوا للبورصه. سي بون سيدي، دونك ها هي هاد السيد هذا لاباس عليه كون بيرسون فيزيك او بيان بيرسون مورال كون اونتربريز، عندها واحد البوزوان دو فينونسمون، سي بون. دونك بغات فلوس، فعاود لي تمشي للبنكه، مشات للبورصه، شنو كتلقى؟ كتلقى شركات وحدين اخرين عندهم فلوس كثيره، كاباسيتي دو فينونسمون. دونك شنو كدير هاد لونتربريز هادي؟ اما كتبيع لي زاكسيون ديالها، اما كتبيع لي زوبليكاسيون ديالها مقابل فلوس. دونك الى باعت اكسيون هاد لونتربريز او بيان لونتربريز اللي شرات منها لي زاكسيون، كتولي تيتخ دو بروبريتي، شريكه معاها،
الى بعد لي زوبليغاسيون حتى هي عندها شروط غنشوفوها اليوم كتولي تيتخدم كريونس كتولي هاد لونتربريز اللي عطات الفلوس لهاد لونتربريز هادي غير مسلفها حيت هادي بعت لها غير لي زوبليغاسيون الى بعت لها اكسيون كتولي هاد لونتربريز شريكه بواحد النسبه ديال لي زاكسيون اللي شريت النهار الاولاني سي بون سيدي دونك مارشي د كابيتو كتذكير في جوج الانواع ديال لي مارشي مارشي فينونسيير مارشي مونيتير المارشي فينونسيير عنده علاقه بدوك الناس اللي باغيين الفلوس واللي محتاجين الفلوس وما غادي يردوهم لواحد المده طويله لونغ تيرم مارشي مونيتير الناس اللي خاصهم غير شويه ديال الفلوس محتاجين غير واحد شويه ديال الفلوس غيردوهم لواحد المده قليله اكور تيرم المارشي فينونسيير في جوج الانواع اللي بغي يدخل لي ديتاي ديال المارشي دي كابيتو راه شرحته بالتفاصيل وغنخلي لكم في اسفل ديال الوصف سي بون سيدي اوكي هذا المارشي فينونسيير فيه جوج لي تيب ديال لي مارشي مارشي بريمير مارشي سيكوندير المارشي بريمير هو اللي كيتباع فيه لي زاكسيون لاول مره هذيك لاكسيون اللي شريتها لاول مره في المارشي بريمير اذا بغيت نعاود فيها البيع كان بيعها في المارشي سيكوندير هذا المارشي كيتسمى مارشي دو نوف شي حاجه جديده كان شريها لي زاكسيون وهذا كيتسمى مارشي دوكازيون دوك لي زاكسيون اللي كنت شريتهم في مارشي بريمير كنعاود في كنعاود فيهم البيع كيتسمى مارشي بون اوكازيون او بيان مارشي دوكازيون سي بون سيدي علاش كيدخلوا الناس لهذا المارشي فينونسيير حيت الونغ تيرم كيحتاجوا غير الناس اللي عندهم بوزوان دانفيسيسمون كياخذوا واحد الفلوس كثيره باش يديروا بها مشاريع كبار اوكي سيدي كاين مارشي اكور تيرم كيتسمى مارشي مونيتير هو الناس اللي محتاجين غير واحد الفوندرولمون غير باش يقضيوا واحد الحاجه بسيطه اوكي فيه جوج ديال الانواع كاين مارشي انتربونكير او مارشي دي تيتر دي كريونس نيغوسيابل سي بون سيدي مارشي بونكير انتربونكير يعني ما بين الابناك بيناتهم بانكا كتسلف بانكا مقابل واحد لوطو اللي هو قليل المده باش ان ديك لابونك اللي تسلفات من لابونك الاولانيه خاصها ترد ليها الفلوس ديالها في اقل من 24 ساعه سي بون قل من يوم واحد المارشي دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل دوك لي زونتربريز اللي عندهم لي دوك لي زونتربريز اللي عندهم لي زوبليغاسيون بغاو يبيعوهم يعني كاين لي زونتربريز اللي محتاجين الفلوس وباعوا دي زوبليغاسيون ديالهم لوحدين اخرين ديجا عندهم الفلوس هادوك لي تيتر ديك لي زوبليغاسيون اللي باعوهم كيتسموا بي دو تريزوري اوكي كاينين دي بنك حتى هما تيكونوا محتاجين الفلوس كيمشيو عند دي سوسيتي عند دي زونتربريز كيبيعوا لي زوبليغاسيون ديالهم كيتسموا سيرتيفيكا دي ديبو كاينين باغ اكزومبل ليتا حتى هي بارفوا كتكون محتاجه الفلوس كتسلف الفلوس من عند شكون من عند لي زونتربريز اللي هما كبار كتعطي المقابل ديالهم لو بون دو تريزور عقل هاد الجمل اللي قلت دابا دونك الفرق ما بين اكسيون اوبليغاسيون شوف معايا عندي واحد لونتربريز عندها واحد الكابيتال باغ اكزومبل 100000 درهم راس المال ديالها 100000 درهم هاد لونتربريز هادي عندها ان بوزوان شنو دو فينونسمون محتاجه الفلوس والراس المال ديالها 100000 درهم دونك اما كنقولوا راس المال ديالها 100000 درهم اللي هي 10 مليون اما تنقولوا عندها 100000 اكسيون سي بون سيدي اما تنقولوا 100000 درهم عندها وبيان ديك الفلوس حولاتها على شكل دي زاكسيون باش تبيعهم وبيان تنقولوا عندها 100000 اكسيون اوكي سيدي دخلت البورصه ما بغاش تمشي للبنك هي محتاجه الفلوس ولكن ما بغاش تمشي للبنك حيت عندها لي زانتيري كبار مشات البورصه تلاقات مع واحد لونتربريز عندها كاباسيتي عندها الفلوس كثيره اوكي هاد لونتربريز هادي اللي عندها البيزوان دو فينونسمون قررت دات واحد ديسيزيون انها تبيع 10% من لي زاكسيون ديالها وبيان بغات تبيع 10% من الكابيتال ديالها محتاجه الفلوس هاد لونتربريز غتشري منها 10% ديال لي زاكسيون ديالها اوكي الهدف منه هو هاد لونتربريز تكبر من لو كابيتال بغات الفلوس باش تستثمرهم في مشاريع وحدين اخرين
اوكي سيدي دونك هاد لونتربريز اللي شرات لي زاكسيون من هادي ولات شريكه مع هاد لونتربريز هادي بنسبه 10% لي زاكسيون مفاهمين دونك اذا شراتهم لاول مره كتشريهم في المارشي بيمير كيف ما شرحت لكم قبيله اوكي دونك هاد لونتربريز كتولي تيتر دو بروبريتي شريكه مع هاد لونتربريز سي بون شنو غتربح هاد لونتربريز ملي غتشري لي زاكسيون وغتولي شريك هي عندها الحق كتملك 10% في الكابيتال ديال هادي كتربح لي ديفيدوند في الاخر ديال العام اوكي سيدي على شكل الارباح اما هاد لونتربريز الى ربحات في الاخر ديال العام كتعطي 10% من الربح ديال هاد لونتربريز على شكل ديفيدوند الى خسرات حتى هادي كتخسر يعني هاد لوبيراسيون ماشي مضمونه 100% اما ممكن تربح موراها اما تخسر موراها لي زوبليغاسيون هاد لونتربريز نفسها محتاجه الفلوس راس المال ديالها بشحال 100000 درهم دونك حولاته ل 100000 اوبليغاسيون سي بون اما تنقولوا 100000 درهم اما 100000 اوبليغاسيون هاد لونتربريز بما انها محتاجه الفلوس قررت انها تبيع لي زوبليغاسيون ديالها هادو لي زوبليغاسيون ديالها على شكل تيتر فينونسي بغات تبيع حتى هي 10% محتاجه الفلوس هاد لونتربريز عندها كاباسيتي شرات منها 10% غير هي هاد المره ما كتسماش شريكه لهاد لونتربريز ب 10% كتسمى سلفتك واحد لو مونطون القدر ديالو 10% ديال لي زوبليكاسيون سي بون دونك 10% ديال 100000 درهم لي زوبليكاسيون 10% ديالها هي 10000 اوبليكاسيون سي بون 10000 اوبليكاسيون دونك هاد لونتربريز كتسلفات واحد المونطون اللي هو القيمه ديالو مثلا 10000 اوبليكاسيون تقامت عليها بواحد ما عرفتش واحد 50000 درهم اوكي لواحد المده محدده ضروري ما تكون واحد الكونترا بيناتهم اللي كنحدوا فيها لا دوري ديال الكونترا يعني ان مسلف واحد لو مونطون مثلا 50000 درهم لواحد المده ديال واحد العامين وثلاث سنين اوكي سيدي هذيك العامين وثلاث سنين سلفتك واحد لو مونطون 50000 درهم ملي غتسالي ديك المده ما غنبقاش انا ناخذ من عندك دي زانتيري اوكي سيدي دونك الكونترا كتكون فيها لا دوري اي لو طو ديال الانتيري دونك لي زاكسيون كنربح منهم كنكون انا شريك كنربح منهم لي ديفيدوند اما نكون رابح اما خاسر لي زوبليغاسيون واحد لوبيراسيون اللي هي مضمونه ديما راك رابح علاش حيت كتاخذ غير لي زانتيري اوكي سيدي دونك هاد لونتربريز اللي هي شريكه مع هاد لونتربريز حيت شرات لي زاكسيون كتربح لي ديفيدوند هاد لي ديفيدوند ضروري ما خاص تخلص عليها واحد لامبو امبو سيغ لو ريفوني هو اللي غادي نشرحوه في الدرس المقبل عن طريق واحد جوج حوايج طو ليبيغاتوار اي نون ليبيغاتوار او ميم طون هاد لي زانتيري اللي كتخاط تاخذو مع هاد لونتربريز حتى هي تخلص عليهم الضريبه هو اللي غادي نشوفوه ان شاء الله فيديو البروشان دونك كان معكم امين الى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.